السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما تحضر الروح تحضر النتائج والفوز. 1,000,000,000 مبروك النهاردة فوز الزمالك على الترجي في لقاء من أفضل اللقاءات، خاصة في الشوط الأولاني للزمالك من فترة كبيرة جدا. الزمالك النهاردة أدى بروح كبيرة جدا ولعبته أدوا بروح عالية جدا. كان في التزام تكتيكي والتزام دفاعي والتزام هجومي من كل اللعيبة. النهاردة كانت اللعيبة بتلعب الى حد ما جماعيا احسن فترة شفت فيها الزمالك بيلعب جماعيا من مدة كبيرة جدا، من يناير متهيألي. كل اللعيبة النهاردة بتسهل على نفسها جدا، كل اللعيبة النهاردة بتلعب ما بين لمسة واحدة ولمسة ولعبة، كل اللعيبة النهاردة كانت فايقة بشكل كبير جدا خاصة في الشوط الاولاني. لعيبة نادي الزمالك النهاردة ادوا بروح عالية جدا، ادوا اداء جيد جدا جدا خاصة في الشوط الاولاني. يمكن الشوط الثاني كانت لعيبة نادي الزمالك ملتزمة دفاعيا او الان على الفوز، لان مش عايزين برضو نحط عليهم ضغوط اكتر من كده. هم اوريدي مضغوطين فنيا بشكل كبير جدا، خاصة بعد النتائج السلبية اللي بيقدمها نادي الزمالك الفترة الاخيرة، ودي كانت من ضمن المشاكل النفسية اللي بيتعرض ليها لعيبة نادي الزمالك. انما النهاردة اللعيبة كانت بتسهل على نفسها في طريقة اللعب بشكل كبير جدا بينهم وبين بعضهم. كان في انكار ذات بين اللعيبة وبين بعضهم، عودة زيزو للتألق. شابو 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 لحمزة المسلوسي نجم اللقاء من وجهة نظري، على الرغم ان زيزو احرز هدف وصنع هدفين، انما بصراحة بقالي فترة بشوف حمزة المسلوسي في اداء اكتر من رائع اكتر من رائع، بيأدي بروح قتالية عالية جدا، بيأدي بشكل في انكار ذات بشكل كبير جدا، شايل الحته الدفاعيه سواء ناحيه اليمين حتى لما قلب المستر بيريرا الطريقه ل 3 4 3 قدر ان هو يقفل ورا سيد نيمار ويقفل الحته الدفاعيه بشكل كبير جدا. بصراحه يا جماعه المزلوسي من وجهه نظري نجم اللقاء الاول، على الرغم ان زيزو جاب جون وصنع هدفين، انما من وجهه نظري الشخصيه المزلوسي من نجوم اللقاء الاوائل. ما عندنا كمان مصطفى شلبي النهارده يمكن الى حد ما بدا اداؤه يتحسن، وانا يمكن من فيديوهين قلت لكم لازم يبقى في دعم كبير لمصطفى شلبي، لان انا متاكد ان هو لاعب كويس بس محتاج دعم الجماهير في الفتره اللي جايه، واعتقد ان لو دعمنا مصطفى شلبي مستواه هيزيد بشكل كبير الفتره الجايه. عندي بعض التفاصيل اللي هقولها لكم، بس لما نتكلم الاول على طريقه اللعب وتغييرات مستر فيريرا وتاخير تغيير مستر فيريرا في التغييرات، وحتى نزول نضاي النهارده والاداء اللي قدمه ممكن يكون بدايه ان شاء الله باذن الله تبقى موفقه بالنسبه لنضاي. انما النهارده عندي تفاصيل خاصه بحراسه المرمى ومين اللي كان هيلعب ومين اللي كان موعود باللعب، ولاول مره يسمع مستر فيريرا للجهاز الفني بتاعه وللكابتن ايمن طاهر في حته ان محمد صبحي هو اللي يبتدي النهارده مش عواد، على الرغم ان مستر فيريرا كان واعد عواد قبل اللقاء عشان ينضم عواد للمنتخب الاول، كان وعد ان هو هيكون موجود في اللقاء النهارده، انما استقر مستر فيريرا في الاخر على محمد صبحي لاني سمع لصوت الجهاز الفني، ودي من الفترات القليله قوي 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 اللي بيسمع فيها مستر فيريرا للجهاز الفني بتاعه، واعتقد ان دي كانت افضل حاجه عملها مستر فيريرا ان ابتدى بصبحي، على الرغم ان انا بحب عواد على المستوى الشخصي كأداء الفترة اللي قبل كده من الموسم اللي فات، انما خلينا نقول ان صبح الماتش اللي فات بتاع بيراميدز كان من نجوم المباراة، وهو الاجهز حاليا وهو الاكثر استقرارا فنيا، وان انت لو استمرت اديته ممكن يكون محمد صبحي هو نجم الفرقة في الفترة القادمة. اتمنى ان مستر فيريرا يستقر على محمد صبحي، لان محمد صبحي في مستوى فني عالي جدا الفترة دي. نيجي مستر فيريرا وتأخير التغييرات، والناس بتهاجم بشكل كبير جدا مستر فيريرا بسبب تأخير التغييرات. يا جماعة هو الراجل اللي شايف، هو الراجل اللي عايش. انا ما دافعش عن مستر فيريرا، مستر فيريرا مستواه الفترة الاخيرة مش احسن حاجة. النهاردة مستر فيريرا لأول مرة يلتزم بالفرقة بالشكل اللي بيلعب بيه، ان زيزو خلاص بقى ناحية اليمين يعني ناحية اليمين، ان مصطفى شلبي ناحية الشمال ناحية الشمال، ما بيقلبش الاثنين، وده الصح وده الشكل المظبوط. النهارده خلى سيف جعفر بيلعب 10 وفي نفس الوقت بيلعب 8، يا كانه بيلعب 4-3-3، بس بيدي خصائص هجوميه لسيف جعفر ان هو يلعب تحت الفيرود او تحت
كانه بيلعب صانع العاب، وفي الحاله الدفاعيه كان بيرجع في نص الملعب عشان يرجع يلعب ثلاثه تاني. ودي برضو شغل اعتقد ان من الحاجات الفنيه او من الامور التكتيكيه اللي فادت نادي الزمالك بشكل كبير جدا. بدايه فتوح وعوده فتوح، وانا يمكن قلت لكم الفيديو اللي فات ان عوده فتوح هتخلي الفرقه في الجبهه اليسرى قويه، وعندنا جبهه يمنى قويه بقياده زيزو معاه حمزه المسلوسي. اعتقد بقى عندنا جنبين بيشتغلوا وبنعرف نمسك الكره تحت رجلينا النهارده، وفي سيطره على نص الملعب خاصه في الشوط الاولاني. فمش عايزين يا جماعه النقطه المهمه جدا اللي انا عايز اتكلم فيها واللي اتمنى انها يعني تتاخد او تتبروز بشكل معين، وان اللعيبه تركز فيها بشكل او مجلس الاداره شكل يركز فيها بشكل كبير جدا. ايه هي؟ دلوقتي في كلام كبير جدا او كلام كتير جدا الفتره اللي فاتت ان الكابتن اسامه نبيه، ودي وجهه نظري الشخصيه مش وجهه نظر حد، انا بقول وجهه نظري الشخصيه في الحته دي بالذات، ان الكابتن اسامه نبيه مهما كانت النتيجه هيقدم اعتذار، ان مستر فيريرا ماشي بعد الماتش، وانا نفسي قلت ان مستر فيريرا لو حصلت نتيجه سلبيه هيمشي، انما بعد الفوز اعتقد ان لازم نهدى بقى ونتكلم منطقيا. ما دام ان الراجل كسب ماتش زي ماتش الترجي لازم نهدى ونسيب الراجل يشتغل ويكمل، لانك برده في الاول وفي الاخر هو الراجل حقق نتيجه ايجابيه النهارده، واحنا مش هنتعامل في الفتره اللي جايه بالقطعه. مستر فيريرا لو كان خسر كنا خلاص شبه ان احنا خرجنا من بطوله افريقيا، كان التغيير بقى حتمي، انما دلوقتي بعد الفوز اعتقد تكمله الجهاز الفني بالكامل بما فيهم الكابتن اسامه نبيه. وبرده تاني دي وجهه نظري الشخصيه، ان ما ينفعش يبقى في اعتذارات دلوقتي، ما ينفعش حد من الجهاز الفني نضرب كرسي في الكلوب في الفرقه ان ده يمشي وده يروح وده يجي، لا يكملوا الفتره دي لحد ما نشوف هنعمل ايه في بطوله افريقيا. بعد بطوله افريقيا لمجلس الاداره القرار ان هو سواء يمشي او يقعد، اللي عايز يعتذر يعتذر، اللي مش عايز يكمل ما يكمل ما يكملش، دي حاجه خاصه بيه كل شخص في الجهاز الفني. انما دلوقتي تضرب كرسي في الكلوب في الفرقه وتمشي فلان او فلان يعتذر او فلان يروح او فلان يجي مش صح، خلينا نكمل الفتره دي لحد ما نشوف هنعمل ايه في بطوله افريقيا. واتمنى ان نادي الزمالك يكمل في بطوله افريقيا بشكل كويس، لان احنا عندنا ماتش بلوزداد القادم ان شاء الله في بطوله افريقيا في الجزائر. اتمنى ان نادي الزمالك ينتفض تاني ولاعيبته تنتفض وتبتدي تركز ان احنا نكمل في بطوله افريقيا. عشان كده انا قلت اقول رايي في الحته دي كمان، لان الحته دي حته مهمه جدا جدا في الفتره اللي جايه. انا كنت بنادي بمشان فيريرا، واول واحد كنت بنادي بمشان فيريرا، وكان لازم فيريرا يمشي من ساعه ما مشي المره الاولانيه. انما دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي بعد الفوز على الترجي لا يكمل لحد ما نشوف بطوله افريقيا يحصل فيها ايه. بعد كده ان شاء الله باذن الله نبقى مجلس الاداره ياخد القرار اللي هو عايزه، سواء لو لا قدر الله الفرقه خرجت، سواء بالمشيان او عايزين يكمل بعد كده، دي حريه مجلس الاداره في قراره، وكابتن اسامه يستقر والجهاز الفني يستقر لحين الانتهاء من ماتشات بطوله افريقيا، ونشوف الفرقه تعمل ايه في ماتش بلوزداد ان شاء الله باذن الله. من هنا احنا بنقول ان الزمالك انتفض، الزمالك رجع، لعيبته رجعت تاني، وانا يمكن الفيديو اللي فات قلت ان عوده الونش وعوده فتوح وعوده ودخول ان شاء الله بالحاج في الفتره الجايه، ودي من الحاجات الفنيه اللي انا مستغربها، ان انت وانت وقت كسبان محتاج لعيب يقف على الكوره، محتاج واحد زي ناصر منسي، كنت محتاج واحد زي بالحاج ان هم ينزلوا يعملوا ريفريش للعيبه او للفرقه في الملعب، ان هم يحطوا الكوره تحت رجليهم، عندهم الحافز، عندهم الامكانيات اللي يقدروا يسيطروا بيها على الكوره، نوصل تاني نجيب تاني. واعتقد ده حصل في الشوط الثاني بالجون الثالث بتاع صناعه زيزو لسيف الجزيري، والحمد لله رب العالمين، مكسب مهم جدا لنادي الزمالك في وقت صعب جدا على نادي الزمالك، اعتقد هيخلي لعيبه نادي الزمالك ترجع لسابق عهدها تاني ويتالقوا ويفرحوا جمهورهم. كل التحيه وكل الشكر لجمهور الزمالك النهارده اللي كان واقف ورا ظهر لعيبته، وطول عمركم واقفين في ظهر النادي وواقفين في ظهر الفرقه، وبنشكر شكر خاص وتعظيم سلام لجمهور الزمالك العظيم على الوقفه العظيمه اللي بيقفها خلف فرقه نادي الزمالك في الفتره القادمه. من هنا الفيديو بتاعنا بيخلص بالتعظيم السلام لجمهورنا العظيم، كل التحيه ليكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.